رغم أن السيف قد وصل إلى المخ، يعني الطبيب الذي جابوه النصراني إلى لكي يشاهد الجرح الإمام عليه السلام قال أن الخليفة لن يبقى أياما طويلة، فإن السيف قد وصل إلى المخ. تصوروا إنسان يوصل السيف للمخ، يعني ويبقى واعي وينصح الناس. تلاحظون الآن احنا هسه أي واحد يوقع نوديه المستشفى يقول له ارتجاج بالمخ. شنو ارتجاج بالمخ؟ أي ضربة، أي طخة الآن بالجمجمة، المخ شوي يرتج هيك، ارتج داخل، يعني لا تنكسر الجمجمة ولا شيء. هاي أول يسوي إغماءة، تخيل الإنسان يفقد الوعي لفترة، تخيل الإنسان مو طبيعي لفترة طويلة، عيونه ما يقدر يشوف بيها، وبالتالي مو طبيعي، يعني عقله يبقى أيام، يسموه ارتجاج بالمخ. هاي تلاحظون نوبات، احنا نسقط طبيعي راسا كنت بك ارتجاج بالمخ، نشوفها نوبات حياتنا. ضربة عادية يعني سقوط بايسكل، تضربت حائط، وقعت من الدرج، هذا طبيعية، ارتجاج في المخ. يعني مو كسر الجمجمة ولا شيء، ارتجاج. تصوروا سيف يكسر الجمجمة، يكسر الجمجمة ويصل إلى المخ. ومع ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام كان واعياً.